سيد الوزير، المجلس الحكومي الأخير ديال اليوم الخميس طرقتوا الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة وعطيتوا واحد الحصيلة، شنو هما الإيجابيات والسلبيات؟ أنه في سنة 2008 كانت رسالة ملكية وكانت عقدت واحد المناظرة وطنية وكانت موجهة لواحد رسالة ملكية حول السياسة العمومية في مجال الرياضة، وكانت رسالة ملكية يعني نقدية ب يعني تصور، وضعت تصور لإقلاع بالمجال الرياضي في المغرب. 2009 خرجت واحد الاستراتيجية، الوزارة كانت بلورات واحد الاستراتيجية سياسة وطنية في المجال الرياضة اللي وضعت لها واحد المجموعة ديال المحاور وإجراءات. 10 سنوات من بعد عملت العملية ديال الوزارة، قامت بتقييم هاد التفعيل ديال هاد الاستراتيجية، شنو هما المحاور اللي تقدمنا فيها وشنو المحاور اللي ما تقدمناش فيها باش يمكن لينا نبنيو عاوتاني نسدوا الخصاص في المجالات اللي ما تقدمناش فيها. هاد العرض هو اللي تقدم في مجلس الحكومة على أساس أنه كان واحد الانخراط ديال السادة الوزراء مجلس أعضاء مجلس الحكومة باش يمكن لينا نزيدوا نطوروا المجال الرياضي. كما كتعرفوا اليوم الرياضة كتلعب واحد الدور مهم جدا، والمغرب عنده مؤهلات وعنده تاريخ وعنده إرث، وممكن ليناش نسمحوا نبقاو ماشيين بنفس الأساليب القديمة لأنها أصبحت متجاوزة، خصنا نتأقلموا مع التطور اللي حاصل. الاستراتيجية كانت تبنات على 6 المحاور الرئيسية: الحكمة في المجال الرياضي، الحكمة المالية، الحكمة التقنية يعني الرياضة في حد ذاتها، الحكمة الإدارية، لأنه الاستراتيجية وضعت هذه الحكمة الرياضية كمحور أساسي بحثا عن فاعلين رياضيين يعني في المجال الرياضي. المحور الثاني كان هو التكوين، والتكوين مع الأسف ما تعمل فيه حتى شي حاجة، التكوين في المجال الرياضي. المحور الثالث هو تنويع التمويل بالنسبة للرياضة. لحد الساعة التمويل الرياضي 90% يعتمد على التمويل العمومي ما بين المنح اللي كيحصلوا عليها الجمعيات والجامعات الرياضية من الجماعات الترابية ولا من الوزارة. رابعا البنية التحتية، البنية التحتية المغرب دار واحد المجهود كبير في المستوى البنية التحتية، البنية التحتية المرتبطة بالرياضة المستوى العالي والبنية التحتية المرتبطة بالرياضة الجماهيرية سبور بورتوس أو الشعبية. هنا تعمل واحد مجهود جبار، لكن مازال خصنا نعملوا نزيدوا نضيفوا في المجهود، علما ان البنية التحتية المرتبطة بالرياضة المستوى العالي مكلفة جدا لانها تستجيب الى مواصفات دولية ومكلفة، فبالتالي كنمشيو بالتدرج. مثلا ناخذ نموذج ديال الملاعب كرة القدم، المغرب يتوفر على 7 ملاعب كبرى ومازال الخصاص كاين، وكنشتغلوا يعني في كل فترة كيخرجوا 2-3 د الملاعب وحنا ماشيين غادي نمشيو في هذه الوتيرة هذه، اكثر من هالطاقة ما يمكنش. المحور الأخير هو محور الطب الرياضي ومحاربة المنشطات مرتبطين. المغرب خدا يعني عامل مجهود جبار على مستوى محاربة المنشطات، ولكن مازال عندنا واحد نقص مؤسساتي هو نخرجوا المؤسسة ديال أو الأجنس ديال محاربة الوكالة محاربة المنشطات. النص القانوني عاد دوزناه في البرلمان وحنا بصدد يعني الإخراج ديالو في حيز الوجود في أقرب الأجل. هادو هما المحاور الرئيسية اللي اشتغلنا عليها. نرجع للمحور الأول اللي هو الحكمة الرياضية. الحكمة الرياضية وباش نبسط الأمور ونوضح هذا الامر هذا بصفتين يعني، وغادي نبقى نكرروا ان الرياضه هي مرفق عام من اختصاص الدوله يتم تفويضه الى الجامعات الرياضيه حسب شروط، والجامعات الرياضيه هي المسؤوله على تنظيم النشاط الرياضي والمسؤوله على تنظيم الجمعيات الرياضيه. كان واحد اللبس ما كانش واحد هذا، وجمعية رياضية مطالبة بالحصول على الاعتماد من الوزارة قصد ممارسة نشاط رياضي حسب شروط كذلك، والجامعة مطالبة بالحصول على التأهيل حسب الشروط، لأن المشرع
وهذا الشيء موجود في جميع دول العالم، ماشي يعني ماشي غير المغرب اللي عامل هذا الشيء، موجود في جميع دول العالم من اجل النهوض بالرياضه. كل جامعه جامعه دابا هذه السنه هذه حنا اجتمعنا الجامعات الرياضيه اللجنه الاولمبيه واتفقنا باش نوضع واحد البرنامج ديال التاهيل ديال الجميع، وحددنا شنو هي الشروط ديال التمويل. التمويل في حد ذاته دابا وصل تقريبا مليار درهم، هذا ماشي يعني 100 مليار سنتيم اللي كتمشي للتمويل الرياضي. وخصنا نشوفوا من موراه نتائج، خصنا نشوفوا نتائج، خصنا نقوموا باعداد الابطال. اعداد الابطال حصرناه بالدوره الاولمبيه، وتم توقيع اتفاقيه مع اللجنه الاولمبيه المغربيه على اساس ان الوزاره غادي تمول سنويا البرنامج. وكنشتغلوا الان على المدى البعيد ماشي المدى القصير، ماشي داك حتى كتجي شي مناسبه عاد كنوضوا كنجريو باش نقلبوا على شي كونترا بروغرام. سان كونترا كلشي دي كونترا بروغرام. حددنا هادشي كله حددناه بدوره اولمبيه. دابا غادي يعرفوا التمويل اللي غياخذوا خلال سنه 2019 2020، من بعد غادي يعرفوا شنو غياخذوا من 2020 حتى 2024 الالعاب الاولمبيه باريس، ومن 24 حتى 28 الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس. هذا هو الاطار اللي اشتغلنا عليه. اللجنه الاولمبيه كذلك حتى هما في الاختصاصات المكوله لهم كنشتغلوا الان، غادي يبداو يشتغلوا الاخوان في اللجنه الاولمبيه، السيد رئيس اللجنه الاولمبيه واللي كان واعضاء المكتب المديري، واتفقنا انه غادي يبدا الاعداد ديال 2028 من الان. لان ملي كناخذوا الاطفال ديال 10 سنوات 2028 كتكون عنده 18 سنه، غادي يكون جاهز باش يمشي يشارك في العاب اولمبيه وهو عنده جميع المؤهلات للحصول على ميداليات. هذه الولايه هذه اللي في انتم فيها وراكم على النص ديالها، هل سيبدا النتائج الايجابيه غتبدا تبان؟ ما يمكنش نطلبوا نتائج 2020 وحنا ما عملناش الاستعدادات اللازمه منذ زمان. هادو ابطال ما كيكونوش جاهزين بين لحظه واخرى. هذا هو التشخيص ديال من 2009 لحد الان ما كانتش نتائج. لا انا كنقول اودي خاص واحد شويه ديال الصرامه والحزم في تناول هذا الملف. واعتقد هذا الشيء اللي قرار اللي اتخذ على اساس انه تكون الصرامه والحزم. حنا فعلا كنقدروا المجهود اللي كيقوموا به رؤساء جامعات رياضيه ورؤساء جمعيات ومدربين وحكام والجمهور وكل شيء، ولكن غير كافي.